بكرة القدم بطولة الرابطة المحترفة الأولى منافسات الجولة الثانية توفى اليوم بدفعة أخيرة تتلعب على زوز مواقيت ماضي 3:30 والستة ماضي 3:30 مباراة الأولى في مركب باد دون حضور جمهور الملعب التونسي يستضيف نجم المتلوي تحكيم لحسام أبو العريس. الستة في بنجنات الاتحاد المناصري يستضيف النجم الساحلي وليدات الحكم نزار بلطيف. زوز مقابلات منقولين تلفزيا على القناة الوطنية الثانية وأيضا في رياضة وديف مع لطفي خادم من 3:30 حتى 8. ذكرت لعبت 5 مقابلات حساب الجولة الثانية تلعبت على عدة دفعات آخرها البارح مستقبل سليمان خسر قدام الترجي 2-1 نادي صفي خسر ربح اتحاد بن قردان هدف مقابل 0. نذكر أيضا أفريقي ربح شبكة العمران 2-0 قوافل قفصة خسر قدام ترجي جرجيس 3-1 اتحاد تطاوين فاز على نادي البزنارتي 2-0. الترتيب في الصدارة الافريقي ترجي ترجي جرجيس أولمبي البيجي 6 نقاط وراهم النادي الصفاقسي في المركز الخامس 4 نقاط المركز السادس 3 فرق كل فريق عنده 3 نقاط نجم المتلوي شبيبة العمران واتحاد تطاوين المركز التاسع أيضا 3 فرق موجودين في هذا المركز بنقطة واحدة هم الاتحاد المناصري نادي البنزرتي ومستقبل جابس في آخر الترتيب نقاو النجم الساحلي الملعب التونسي قوي في القفصة مستقبل سليمان اتحاد بن قردان بسفر من النقاط أكيد ترتيب دون اعتبار مقابلة متاع زوز مقابلات منقوصة عن هذه الجولة الجولة الثالثة إن شاء الله أيضا نهاية هذا الأسبوع ستلعب على زوز دفعات يوم السبت ماضي 3 توقيت جديد لانطلاقة المواجهات في ملعب الشادي زويتن شبيبة العمران يستضيف في النادي السويقسي في ملعب 15 أكتوبر السيابي يستضيف مستقبل سليمان معشب قفصة القوافل يستقبل النادي الإفريقي. يوم الأحد ماضي 3 في ملعب سوسة نجم الساحلي اتحاد تطاوين في معشب جابس مستقبل جابس الاتحاد المناصري مركب جرجيس ترجي جرجيس يستضيف نجم المتلوي في الصناعي بن قردان اتحاد بن قردان يستقبل الأولمبي البيجي. هذوما مقابلات يوم الأحد ماضي 3 يوم الأحد في نفس الموعد لكن 5:30 في ملعب حمد العقربي براس ترجي رياضي يستضيف الملعب التونسي. دائما مع الرياضات الجماعية من كرة القدم إلى بطولة كرة اليد والبطولة الإفريقية لكرة اليد في المهدية لمنتخبات الأصغر مواليد 2006-2007 اليوم الستة في قاعة رشيد خواجة بالمهدية سينطلق الدور النهائي وليجمع تونس بالمنتخب المصري من أجل الفوز باللقب الإفريقي أمام منافس قوي يتحدث عليه مدرب المنتخب الوطني التونسي محمد علي بوغزيلة. سي فري بوتيت على الورق فما برشا محبين ولا فما برشا توانسه يقولوا لي المنتخب المصري اقوى منا، مي راه في النهائيات وبينت النهائيات قداش من نهائي سواء في تونس ولا برا من تونس، النهائي ما يتلعبش يتربح، دونك احنا اون فايسي باش نحطوا اللي زاتو نتاعنا الكل وما ننساوش اللي رانا في المهديه يعني في بلادنا، الحاجه الوحيده بالحق اللي مفقوده في الشامبيونات الافريقي هذا ناقصين جمهور بصراحه بون بوتيت دراسه يعني السته مي نتصور ماتش السته دونك ندعوهم من الكل يعطيو شويه كونفيونس في الجينيراسيون هذه مازالوا يتعلموا راه مازالوا يتعلموا معناتها تيتابتي ان شاء الله فيهم 4 أو 5 ملاعبين الهام اللي ان شاء الله نلقاهم في الاكيب الاولى بعد 3-4 سنين هذا هو الهام بقينا مصر ما ربحناش في الجونيور اون فايسي باش نربحوها اكيد يجي نهار باش نربحوها مصر دونك ان شاء الله انا شنقول ان شاء الله نرجعوا للواقع نتاعنا اللي احنا في الرياض ان شاء الله في كره اليد الافريقيه ان شاء الله ان شاء الله نرجع للرياضة في هذه الأصناف وأيضا منتخب الأكابر ان شاء الله منتخبنا يفوز باللقب. بالنسبة لعملية بيع التذاكر تنطلق بعد قليل مع ماضي ساعتين في شبابيك القاعة رشيد خواجة بالمهدية. ايضا مدرب المنتخب محمد علي بوغزيلة تحدث على مباراة الاواسط لما فاز علينا المنتخب المصري كما قلت امام المنتخب التونسي في نفس القاعة ان شاء الله اليوم يكون الروفانش الثأر الرياضي بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي ونفوزوا باللقب. نذكر تونس مصر غينيا والمغرب تأهلوا لبطولة العالم التي ستقام في مصر سنة 2025 عاود نذكر بموعد الدور النهائي ان شاء الله انطلاقا من 6 في قاعة المهدية قاعة رشيد خواجة بين تونس المنتخب المصري قبلها ماضي 3 المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث بين المنتخب المغربي والمنتخب الغيني.
اوروبيا والعوده الى كره القدم، الدوري الاوروبي اليوم تلعب جمله من مقابلات الجوله الاولى الستة غير ربع. في نربخش التركي واجه سان جيلواز البلجيكي، مالمو سويدي غلاسكو رونجيرز الاسكتلندي، ثمانية روما اتليتيك بيلباو، انترخت فرانكفورت فيكتوريا بالزن، توتنهام يواجه كاراباغ لذرابيتجيني، اجاكس امستردام يواجه بشكتاش، سواب بوخارست الروماني يواجه سكولا اللاتفي، وليون يواجه اولمبياكوس. اليوم زمن منافسات الجولة السابعة للبطولة الإسبانية، ستة لاسبارماس ريال بيتيس، إسبانيول يلاقي فيا ريال، ثمانية سيلتا فيغو أتلتيكو مدريد. إلى كأس إيطاليا منافسات الدورة الثاني، الخمسة ونص مونزا بريتشا، والثمانية نابولي يلاقي باليرمو. باش نختم بالجولف، البطولة العربية للجولف شباب في جمارت من 22 إلى 29 سبتمبر الجاري. ناخذ أكثر تفاصيل، معنا عبر الهاتف زميلنا الصحفي تيجاني السلطاني موجود في ملعب الجولف بجمارت لمتابعة ومكابة هذا الحدث. مرحبا تيجاني. مرحبا بك حبيبي، مرحبا بالسادة المستمعين بالإذاعة الوطنية. مثل ما هو معلوم تتواصل إلى غاية هذا الأحد 29 سبتمبر تعاليات البطولة العربية لجولف الشباب بجمارت بمشاركة 11 بلد و 121 لاعب ولاعبة، وتونس ممثلة بأكبر عدد 17 لاعب ولاعبة إلى جانب السعودية والمغرب. المنافسات تجري في ستة الأصناف بدءا بالكبريات وفتيات دون 16 سنة و 16 سنة و 18 سنة وفتيان دون 16 و 18 سنة. وغدا تنطلق منافسات الذكور، وإلى حد الجولة اليوم تونس في الإناث أحرزت على ذهبية وبرونزية لأقل من 16 سنة وبرونزية على مستوى الفرق. بجانب ضيف من الشقيقة المملكة السعودية الأستاذ محمد العيسى عضو الاتحاد العربي ورئيس الوفد السعودي، أولا مرحبا بك في تونس رياضة. صراحة كيف تقيم لنا الأجواء في هذه البطولة العربية تنظيمين وفرنين أستاذ محمد؟ وهجي مساء الخير، شكرا على الاستضافة. إقامتها في تونس الشقيقة هذا دائما وأبدا نتمنى أن تقام البطولات كافة في جمهورية تونس الشقيقة، لنظر لجودة الترتيب وحسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم الراقي. طبعا هذه البطولة 23 مشاركة عدد من الدول العربية التي كانت لا يوجد لديها أعداد في هذه السن الصغيرة، الآن وصلنا إلى تقريبا 13 دولة. الأمور تمشي على أفضل ما يكون، الجوائز توزعت بين عدة دول، وهذا الدليل على توسيع القاعدة للعبة الجولف. في السابق كانت محكورة على دولة أو دولتين، وعلى أساس المنافسة المستمرة أصبحت الآن الجوائز تتوزع بين أكثر من دولة، وهذا طبعا تراجع الاهتمام الكبير من الدول العربية الشقيقة في هذه اللعبة. أحوال رياضة الجولف بالمملكة السعودية كيف تبدو أستاذ؟ والله عندنا نهضة رياضية كافة في جميع القطاعات، ورياضة الجولف إحدى الرياضات التي تدعمها الدولة وفقها الله. عندنا إنشاء ملاعب كثيرة، إدخال لعبة الجولف في المدارس، الاهتمام قطاع القطاعات السنية اللي هم في الأساس يعني مشروع المستقبل عندنا. الآن عندنا شركة تتبع الاتحاد السعودي للجولف مهمتها تنظيم البطولات العالمية والبطولات العربية، أيضا الاهتمام بالأكاديميات وكذلك إدخال لعبة الجولف في المدارس. وكما تعلمون أن هي جزء من العالم السياحي، وهي جذب سياحي مهم بالنسبة لرياضة الجولف. كما نشاهدها في الجمهورية التونسية الشقيقة، العديد من السياح يرغبون وجود ملاعب جولف تكون قريبة للسكنة حقتهم، والآن الحمد لله كل شيء تمام. شكرا على الاستضافة وشاكرين وقدر لكم أستاذ. تجاني الجولف التونسي ككل بعجالة، هذه المثال اللي يضرب فيه يعني تونس السابقة يعني معظم الدول العربية في هذه الرياضة، لذلك لا يستغرب لدينا احنا احدى مدربين عندنا من الجمهورية التونسية، وهذا دليل على ان اللعبة لها باع طويل وان لديها ما شاء الله ولادة للاعبي الجولف الجمهورية التونسية. متمنى لكم دائما التوفيق والنجاح، وشكرا على استضافتكم اخي العزيز. تيجاني يعطيك الصحة، وصلنا لنهاية فلاش سبور، عندكم موعد في رياضة وهدف مع لطفي خالد انطلاقا من المطلة، ونصل اللقاء. تابعونا على فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، الإذاعة الوطنية التونسية، راديو ناسيونال.